السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج فطورك علينا. وكالعادة الجملة المعتادة حنلفه في شوارع مدينة بنغازي ونشوفه من حيكون معنا سعيد الحظ اليوم، وإحنا كذلك سعداء الحظ معه في حلقة اليوم. أكيد حندهره في شوارع مدينة بنغازي ونعد نشوفه بالضبط سعيد الحظ من يكون معنا لاختيار سبيزة سبيزة رمضان، وأيضا يختار ما يلزم بيته أو تحديدا منزله من مواد غذائية ولحوم وغيرها. خلونا مع بعضنا نتوكل على الله وندوروا من حيكون معنا في هذه الحلقة. عدناك من جديد، حاب اليوم نفتح موضوع عن الأرزاق المنسية. يقصد هنا بالأرزاق المنسية اللي هي الأرزاق كنعمة الصحة وكدعاء الوالدين وكضحك الطفل وكلقاء محب. هذه الأرزاق اللي فعلا منسية، اللي من نادر أن تلقى من حد يحمد يشكر الله عليها إلا عند الوقوع لقدر الله مشكلة أو مصيبة في لذكرتهم. اللي ربي معطاش طفل نسأل الله أنه يعطيه ويرزقه من أوسع أبوابه، واللي والدينا على وجه الأرض ربي يطول في عمرهم بالصحة والعافية، وأسأله فاقد والديه الوالدين نعمة جدا جدا، وأنا نقول استثمار محبة الوالدين مع الوالدين في كل ثانية عايشين. ربي يحفظهم لكم، واللي والدين متوفين رحمة الله عليهم أسأل الله فيها الشهر المبارك أن يغفر لهم ويرحمهم. فهنا الأرزاق المنسية المقصود بهم اللي هو الأرزاق اللي لن تذكر إلا بوقوع طبعا كارثة أو مصيبة لقدر الله، أو وقوع حدث أو حادثة. كيف يدير بالحادث اللي توه؟ الحمد لله على نعمة الصحة، والصحة أيضا تلقى إن البعض فينا لما يمرض يقول لك ما أحلاها نعمة الصحة. الشكر والعرفان من الله، شكر من عفوا من الإنسان إلى الله، تلقى إن يعني لما توقع هذه الحادثة أو هذه القصة يقول كنت بصحتي وكنت كذا والحمد لله على كل حال. ودائما تلقى المتضرر دائما ينصح من فاقد هذه النعمة، سواء كان الصحة أو الوالدين أو غيره. فأسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية في هذا الشهر الكريم المبارك، وأسأل الله أن يطول في أعمار أولادكم وبناتكم، وأسأل الله أن يرزقكم إن شاء الله من خيره رزقا كثيرا لا يعد ولا يحصى. فحبيت نذكركم بهذا الموضوع وهو الأرزاق المنسية، إن شاء الله يا رب دائما يذكرنا بذكره وبحمده بعيد عن وقوع أي كارثة أو مصيبة أو حادثة تكون مرت عليه في حياته. فربي إن شاء الله يشفي مرضانا ومرضى كل العالمين. هذا عن موضوع أرزاق المنسية. طبعا لقاء المحب أيضا بأرزاق المنسية، قد يكون المحب ليس محب بين شخص من شاب وفتاة، أحيانا يكون محب بين الابن ووالدة ابن ووالدته. هنا في حب هو لا يقاس بأي مقياس في الدنيا، فهنا هذا اللقاء يكون بعد عمر. اللقاء مرات يكون اللي منتظر أبناء سنة ولا سنتين، وفي المنتظر أكثر من 10 سنوات أن ربي يرزقه ويرزقه في, في, في غمضة عين، بحيث أن من كثر الدعاء يقال والله أعلم أن دائما المؤمن لما يدعي الرب في ملائكة يعني تقول يا الله أن عبدك يعني يستنجد بيك، عبدك يدعي لك أن يا رب أعطيني كذا وأعطيني كذا. فيقول أن الملائكة تقول أن الله يعني يحب دعاء المؤمن لما يجي كل مرة يتكرر، إذا تأجل رزقك وإذا تأجل ما تطلبها. فأعلم جيدا أن كله بأمر الله، وجايك رزقك لو قعدت تلف الكون كله تبحث عن لقمة عيش رزقك حيجيك في ساعتها ويجيك في وقتها ويجيك في حينها. فسبحان الله على كل حاجة، سبحان الله على النعمة، وسبحان الله على حتى لا قدر الله المصيبة إذا كان في وفاة الوالدين، أو مصيبة يكون إخفاق في امتحانات أو أي مصائب الدنيا. سبحان الله تنزل تتدرج حتى توصل عند العبد بأقل ما يمكن من ضرر. الله عمره ما كان ضر عبد في هذا الكون وفي حتى في الآخرة. الضرر والضرار دائما يكون من الإنسان نفسه سبحان الله،
سواء كان ببعد عن الدين وبعد عن الله بشكل الصلة اللي مفروض تكون بين الله وبين العبد هي الصلاة. فأوصي نفسي وأوصيكم أيضا ببر الوالدين خصوصا في الأيام المباركة. الأيام هذه بعض مين منا أكيد بسوء تفاهم، وأنا ما أقول سوء تفاهم ولكن سوء فهم ونضج، إنه ممكن يخطأ مع والديه بقدر الله بمشكلة في خلال الأيام، خلال ظرف، خلال حادثة تكون صارت أو موقف صار أسباب زوجته، أسباب أخوه، أسباب مشاغل الحياة، تنسيه نوعا ما عن زيارة والديه أو حتى السؤال عنهم بالتليفون أو السؤال عنهم بأي وسيلة. فالدنيا تأخذ والدنيا تشغل، ونسأل الله أن لا يشغلكم ولا يلهيكم عن ذكر الله ولا عن بر الوالدين. فرب يحفظ أمهاتنا وأمهات العالمين وأبائنا وأباء العالمين. ويلا توا حاليا بالضبط في سيمافرو مستشفى الأطفال بالضبط دار الرعاية على يميننا، نعدوا ناخذ جولة هيك في مناطق بنغازي ونشوفوا من حيكون معنا ضيف في حلقة اليوم. على بركة الله نتوكل على الله. عدنا لكم مجدين وشيخ كرام، لقينا واحد قاعد عليه كافي، فخلونا ننزلوا عليه ونشوفوا بالضبط مشروع ولا افتتاح. واحد الكاميرات ما يعرفش الموضوع. السلام عليكم. الله يعاون، شخبارك؟ الجو باهي، شخبارك؟ رمضانك مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. كافي هذا مفتوح ولا مسكر؟ الباب ان شاء الله. امتى الافتتاح ان شاء الله؟ بعد بكره ان شاء الله. بعد بكره. ما يوتوا اليوم عرفت ان شاء الله بعد بكره. باهي باهي، كل شيء على البركه ان شاء الله. الله يبارك فيك. شخبارك؟ الله الحمد لله. يا سيدي احنا برنامج فطورك علينا واخترناك تكون معنا ضيف حلقه اليوم في برنامج. مرحبا بك خالص، مرحبا بك. تركب معنا ناخذ جوله هيك في بغازي صغيره ونمشوا محلات ناخذ سبيس هيك، واليوم اليوم احنا يعني سعداء انك تكون معنا، وهذه حظ ان تلاقينا بيك معنا. خلاص باذن الله ما عنديش مشكله. يلا بينا. هاي تفضل. هاي بسم الله. كيف الحال؟ الله يسلمك الحمد لله. هاي كيف الحال؟ طيب الله يسلمك الحمد لله. ما تعرفناش عليك. انا محمد دغمان. اهلا وسهلا. صنيع عصير عرفت. اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، فنان يعني خلينا نقوله. الحمد لله رب العالمين. لان صناعه العصير بالذات هذه تحتاج مش خلط تخليط بس وخلاص، تبي زينه تبي زينه بالضبط. اكيد اكيد. لك كم سنه تقريبا في المجال هذا؟ والله لي قريب سنتين تو. باهي ما شاء الله متمكن الحمد لله. كويس الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. احنا ينعانوا من ليبيا ان ما فيش، ما عندناش زراعة الفواكه بشكل كبير، دائما نستورد فيها بالضبط. صح لا مزبوط. هذا لو بدينا نزرعه في ليبيا، او انت كشاب مثلا بدأت مشروع وبديت تزرع فاكهة معينة، يخفف من قيمة سعر الفاكهة. اكيد يخفف من الفاكهة ويخفف من قصدي حتى من استيراد برا. بالضبط. تو الفراولة اللي عندنا الطبيعية تمام، تو يبيعوا فيها ب 10 و 15 الكيلو. الكيلو تمام. بالعكس ان الفاكهة شنو المصرية تجينا مجمدة تمام، تجينا ممكن ب 5 جنيه 6 جنيه كيلو. ريت الفرق تو. هذا الفرق يعني مثلا لو ناخذ من الفاكهه اللي برا الفراوله اللي برا كيلوها ب 10 نعم، باش تنباع الطاسه باش تنباع الشيش. بالضبط. صح صح صح. يعني تنباع ب 6 جنيه ب 7 جنيه طاسه حرام. بالضبط صح. تيجي تزور على 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 المواطن المجتمع. على المواطن فهمت. باهي تو. هل في تغيير طعمه ما بين الفراوله الطبيعيه العاديه اللي طازه ومجمده، نفس الطعم ونفس الفوائد؟ لا نفس الطعم نفس الفوائد. يعني موضوع التجميد انه ممكن تكون مثلا التجميد حفاظا لها بس. بالضبط. ممكن شهرين ثلاث شهور تقف في الفريز عادي، لما تطلعها خليها شويه. بالضبط. وتديرها عادي طبعا. شنو اكثر مشروب عند الليبيين يفضلوه نوع فاكهه؟ شنو اكثر حاجه كي؟ المانجا. 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 مع ان في المانجا نذكر او نعرف عندي اصدقاء في مدينه الكفره عندهم مزارع مانجا. عندهم مزارع ما شاء الله. بالضبط. في الجنوب كلها ما شاء الله مزارع. بالضبط. ما شاء الله. بذره المصريه المانجا المصريه تفرق عن البذره الليبيه؟ الليبيه خير. والله. تفرق. والله الليبيه خير. طبعا في الصيف. طبعا في الصيف هي. بالضبط المانجا موسمها صح؟ شو نديروا في الصيف؟ ناخذوا مثلا بكميات. تمام تمام. نجيب من الكفره طبعا رخيصه. بالضبط. 3 جنيه كيلو والله اعلم. اها. نقشروا فيها ونجمدوا فيها. تعاملوها معاملة نفس الفراوله اللي نفس الفراوله كانها جايه من برا. حلو حلو. بالعكس طعمتها خير من الفاكهه المصريه. بالضبط صح. في الصيف بدات في الصيف تاخذ مانجا تشرب مانجا مانجا. صح صح. طبيعيه وهذا وما شاء الله. طبعا. يعني اكثر حاجه تو الشراء عصير المانجا. عصير المانجا اكثر حاجه. ليش تو خلينا في الموضوع الحساس شويه.
من اكثر الشباب ولا البنات في الشراء؟ الزباين الزباين اكثر بنات صح؟ ديما كيقول لك البنات قوة الشراء البنات بنات اكثر البنات اكثر اكيد محمد ولا؟ محمد ان شاء الله تو اهلا وسهلا بك تو لما نجي انا كصاحب مشروع كافي او محل عصائر تمام كيف نقدر نحدد سعر العصير نفسه هذا مثلا نقوله مثلا عصير المانجا ب 6 دينار فرضنا السعر هذا بناء على شنو؟ يعني بناء على الايجار بناء على سعر المانجا توا تكون موسم مسمها او لا اكيد ما هو تحسب الطاسه عندك اجار بالضبط حق العامل وحق المواد دافع فين بالضبط هي بروحها جايه غالي بالضبط تمام ممكن كليات جايه ب 13 14 كيلو والكيلو كم طبعا كبايه 5 6 كباب يطلع عامل تخلطوا بها بحاجه اخرى مانجا لا مانجا لا مانجا صافي ما فيش حليب ولا حاجه ولا لا في طبعا في المانجا تخلط بالضبط حليب زي الزبادي ولا البن ولا الموز ايوه فهمت حسب النكهه اللي تبيها فهمت وسنتين شايف ان المشروع كذا او الشغله هذه كويسه بالنسبه لك لها عائد كويس لمحمد يعني لا ما شاء الله لا الحمد لله رب العالمين الحمد لله لان دائما احنا في برامج اخرى خاطئ برنامج بكورك علينا نحكوا عن الشباب وعن المشاريع الشباب اللي تكون مشاريع يحكوا عليها متوسطة أو الصغرى فدائما الشاب الليبي يقول لك أنا والله قاعد في بطالة مش لاقي شغل أنت ممكن اختصرت هذا كله بدل ما ترجى الدولة قلت لا ندير مشروع ندير مشروع بروحي بقل إمكانيات وبقل بالضبط حاجة بالضبط تو رمضان شو الزعمة يعني موضوع الشراء على العصاير يعتبر موسم أكيد يعتبر موسم عندك فترة رمضان وفترة الصيف يعتبر موسم لأن بعد الأكل بعد الفطور أكيد بتروق بحاجة صمتة صح عصير كذا أرفع عن المشروب لأن المعدة شنو تقعد فاضي بالضبط خاوية فاهم بالضبط لأن المشروب بيضره صح لكن صح. شنو حاجة طبيعية كويسة عصاير طبيعية ومنعشة بنفس الوقت باهي جميل حلو جوعتني وعطشتني بيت أول موضوع الشو اللي يندار على العصير نفسه الكباية سواء كان القصة بشكل معين أو كذا هذه أنت متعلمها لا الحمد لله رب العالمين حلو شنو كيف تعلمتها يوتيوب ولا تشوف الصور تقلد ولا من نفسك حاجات اجتهدت أنت والله هي ممارسة هي بالضبط طبعا لو تاني حاجة اليوتيوب وتاني حاجة دعاية في الصنعة حتى بالضبط كل واحد يضيف حاجة هذه كيف ندير يا رب يعطيك الصحة رب يعطيك الصحة والكافي وقتها تنطلق بالضبط نفس الوقت فكرة بالضبط تطلع انت الفكرة مثلا فيك ترسم لها فكرة من عندك بالضبط وتضيف صح يا طلعت كويس يا ما طلعتش مرة اثنين ثلاثة تزبط الفكرة صح هذا ما يخص بالعصائر احكي لي شنو اجواء رمضان مستعد للشهر الكريم المبارك اكيد والله يقول لك علي حاجة يا ريت رمضان عام اي والله نشهد بالله رسمي ممكن بدايه واعره شويه اول يومين ثلاثه ايام صيام هذا سبحان الله برحم تجي سبحان الله وبرزقه وكل حاجه مظبوط والنقطه هذه البرزقه هذه سبحان الله الكل اكد عليها ان الشهر هذا بالخير بالبركه تلقى برزقه فهمت صح اغلبيه الناس تشوف فيه تو يفكروا رمضان فهمت فيني ذا الموضوع كبير بالضبط لكن هو يجيب رزقه كيف المولود سبحان الله الله يفتح عليك فهمت يجيب رزقه ويجيب رحمته هو شهر مش وكيل صح شهر رحمه وعباده وطاعه مغفرة ان شاء الله ربي يتقبل منك وكل العالمين ان شاء الله يا رب اللهم امين ان شاء الله تعرف طيب يا حميده ولا اكيد فنان باهي ما شاء الله قبل الموضوع العصاير كنت سامعين لحوم عرفت باهي ما شاء الله ليش ما كملتش في اللحوم واختفت العصاير اللحوم طبعا شنو؟ يعني كيف اوصف لك؟ موضوعها كبير. قوة الشراء عليها ضعيفة. مش زي العصاير. اللحم راح بحث اللحم كيلو ب 20 بالضبط. التتبيلات بالضبط. تبيع ب 25 ب 30 تو شوف السيولة شوف الموضوع يعني بالضبط. فتقول العصاير. فرب أسرة. علاش ناخذ مثلا كيلو كباب ولا كيلو امبورغ 25 صح فهمت وسيوله وحل بلاد صح تقول لك ناخذ دجاج نقطعها على 4 ونقطع فيها على 12 تو لا حول ولا قوه عرفت ربي يسر الامور ان شاء الله اللهم امين فهمت تقول لك تمشي بها يومين ثلاثة ايام فهمت فلقيت ان موضوع العصائر افضل بيع وشراء اسرع ايوه افضل عرفته باي ربي يسهل لك الحال ان شاء الله محمد ان شاء الله والله يعني ممكن وقت قصير تعرفت عليك فيه توا لكن حسيتك ولاد بلاد وراجل مش تنبالي للشباب اللي يقول لك والله يعول على الدوله يرجع في المرتبات لا او لا او لا او يرجع في تعيين مش معنى هيك لا الدوله حقها علينا هذه لازم حقها علينا الدوله لكن ما نشوف الوضع توا
وتقول يا انت تقعد مقمعس والعمر يمشي لقينا العمر يجري واليوم اللي ما درتش فيه شيء خلاص محسوب عليك صح. محسوب عليك من عمرك وعدى صح. صح يعني حال غايه اليومين تدير فيها حاجه كويسه فاهم ان شاء الله ربي يوسع رزقك ان شاء الله يا حميده ونشوفه الفرع من الفرع الفرع ونشوفوك ان شاء الله على كل اللي قال المشروع هذا ان شاء الله نوفق اجمعين ان شاء الله يقرب نسنا محمد الله يرزقك طبعا توا في مواد غذائيه من نمشي المحل اسمه الحدائق هذا من احد الرعاه خش معنا مش المحل ولكن احد من الرعاه رفض ذكر اسمه وقال ان نخش معاكم بس تزوروا المحل يعني تاخذوا المنتجات من غادي وطبعا هذه الحلقه وهذا البرنامج تحديدا برعايه شركه طموح العربي وكلاء دنا وديلاك وحليب المراعي وايضا اسف جدا شركه لميس او شركه المدش وكلاء لميس من المنظفات ولا تبي تستبدلها بحاجه ثانيه عادي هذا ناخذ الجبن الشرايح الله يعاون ايش اخباركم شباب ناخذ الطرف من هذه خذ الشرايح اللي يسدك وزياده اخرى خذ اللي تبيه بخيلك الزبادي خذ النوعية اللي تبيها لا لا خذ واحدة كاملة نمشوا للكاسة بعدين نمشوا لمحل الجزارة الدجاج ودك من هنا ولا ودك من الجزارة من الأنسب ونأخذ من غادي طازة هذه مع الحماد شو تتوقع غدوة ولا فترة علي شنو عازمنا إن شاء الله؟ والله كذا والله كذا في حركات أكيد أكيد بطل ضروري منك الشربة دي ضروري الله يبارك الله يبارك والدواجين طبعا أي والله صحة صحة إن شاء الله مقدمة
السلام عليكم. كل عام بخير ان شاء الله. ايش اخباركم؟ اعطينا كتف. اعطينا توكل على الله هذا باهي تمام. منظومه. توكل على الله. يعني وسط. هذه منقول فيها في الحلقة كل حمى كل واحد عنده اسم في الحمى. هذه بتاعت عماد، هذه بتاعت سبحان الله. هذا بالضبط عندكم السبر هذا موجود؟ لا لا. تعلم الوالدة ولا زوجتي الطيب مثلا يكون في مثلا عزومة تقول لك هذا اللي ضيفك فلان بالضبط بالاسم. ايوه اعطينا كبدة. تمام ومفروض. سلم يديك بارك الله فيك. كل عام بخير ان شاء الله. شركة كوبون من شركة المدهش وكيل لميس. قسيمة شراء بقيمة 100 دينار. مواد تنظيف اهداء من شركة المدهش وكيل منتجات لميس. يعني توكل على الله. وهنا شركة الطموح العربي. طبعا تفضل. شركة الطموح العربي وكلاء ديلاك وكلاء دناو وحليب ملكا وبينار وأيضا حليب المراعي السعودي وكلاء شركة الطموح العربي أهداتك منتجاتهم وأهداتك أيضا حافظات خاصة بتخزن فيها سواء الشاي والسكر والمكسرات والأشياء هم كلها. احنا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في حلقة اليوم ونتمنى إن شاء الله دائما ندعي فيها الصدف تجمعنا مرة ثانية. نبي كلمة أخيرة لأصحابك بمناسبة شهر رمضان الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. كل عام بخير. أنت بخير إن شاء الله. جميع الليبيين بخير. إن شاء الله اللهم آمين يا رب. يا ربي يلم شملنا ويصلح حالنا. اللهم آمين. اللهم آمين. وثاني حاجة بنقول لك تفضل. بارك الله فيك أبو قصرتوا. الله يسلمك. يعني كنت بتقول في خواطر الليبيين. يسلمك يسلمك يبارك فيك. ربي يسهلك إن شاء الله. اللهم آمين أجمعين إن شاء الله. وأنا نحب الصدق يعني وأمانة وبيني وبين ربي نحب نعطي البضاعة هذه للناس محتاجة. الله يبارك فيك. ناس محتاجة، في ناس محتاجة أكثر مني فهمتوا. فأنا نحب نتبرع بها لهم فهمتوا. أنت فاجأتني هذه لا معرفتك أنت طبعا. هذه فاجأتني بها بأمانة ما كانش في تنسيق الموضوع هذا. إن شاء الله أجرك حصل. بيني وبين ربي. ونعمة بالله. والله نعطي الناس محتاجة فيه ناس محتاجة خير. خليها عن معرفتك لأن إحنا عن معرفتنا. لا والله معرفتك أنت بخير تعرف وأنت بطريقتك وأني فهمتوا. بارك الله فيك. أنت الأولى الله يرحم والديك. بارك الله فيك ورب يزيدك. بارك الله فيك. يعطيك الصحة يا محمد وانت بألف خير. شكرا شكرا محمد يعطيك الصحة. شكرا شكرا مشاهدينا الكرام اكيد كملت حلقتنا على الخير. فاجأني فعلا الضيف في هذا الموضوع. ان شاء الله في ميزان حسنات انطلاقه باذن الله بكره في نفس الموعد في امان الله.